وهاخد كلام محمد صلاح واروح لضيوفي لاحمد، لان كنا بنتكلم وسام كان بتساله قبل الفاصل على موضوع الاحتراف، وان احنا شايفين محمد صلاح ما شاء الله عمل طفره كبيره جدا في اسماء حتى المصريين على مستوى العالم كله، وتجربه الاحتراف اللي انت صدفتك من خلال مشوارك، لكن كان في يعني في وجهة نظر مختلفة انت شفتها بشكل مختلف. عايزين نعرف لما جالك عقد احتراف في امريكا كنت بتفكر في الموضوع ازاي وايه اللي حصل فيه؟ طبعا انا جالي عقد احتراف وانا عندي 16 سنة، كان ساعتها قاعد معايا مسؤولين في النادي قالوا لي احنا محتاجينك، هتاخد كتير، هتلعب كتير الفترة الجاية، تقدر تشيل في دوري الجامعات الامريكية؟ لا في النادي، انا معايا مسؤولين الأهلي. في النادي الاهلي. فانا ساعتها الصراحة يعني كنت بفكر فيها ان انا برضو دي فرصه كبيره ان انا العب في النادي الاهلي، دي وانا صغير دي حاجه ما بتجيش لناس كتير. صحيح. برضو انا عوضت يعني ان انا برضو ما سافرتش، ان انا قدرت احقق بطولات من وانا سن صغير، يعني دي حاجه برضو كانت كويسه. يعني انا مش اكيد مش هبقى ندمان ان انا اخترت اخير يعني ان انا اقعد في النادي الاهلي، يعني في الاخر ده بيتي وطبعا يعني كانت احسن حاجه، وانا كنت شايف ان ده كان ساعتها في الوقت ده كان قرار كويس ان انا اقعد في النادي الاهلي. قدرت اعمل اسم من وانا صغير، قدرت اخد بطولات من وانا صغير، دي كانت احسن يعني بالنسبه لي ساعتها. طمنا على الاصابه، انت كان عندك اصابه، قول لي وصلت لحد فين، ان شاء الله ممكن ترجع امتى؟ الحمد لله يعني انا يعتبر في يعني في الاواخر يعني في التاهيل. كانت عباره عن ايه يا احمد برضو عشان الناس اللي مش عارفه؟ كان عندي حاجه في الغضروف الخارجي، كان عندي قطع، وكان عندي مشكله في الصليبي، وكان عندي قرحه. كانت اصابه ملعب يا احمد ولا كان تدريب في ماتش في الدوري السنه اللي فاتت في ماتش مع الاتحاد السكندري. اوكي. حصلت يعني الاصابه. الحمد لله يعني انا يعتبر خلاص في اخر فتره التأهيل. انا طبعا بمناسبه بقى التأهيل انا لازم يعني بصراحه اشكر الدكتور علاء شاكر على المجهود الكبير قوي اللي بيعمله معانا، واشكر كابتن علاء رجب وكل الدكاتره هناك وكل المدربين اللي هناك، واشكر دكاتره علاج الطبيعه. احب يعني اشكر يعني بالاسم دكتور محمد وفائي، دكتور احمد حسن، الناس دي فعلا وقفت معايا كتير الفتره اللي فاتت. فتره الاصابه دي بتبقى صعبه وطويله، طول 19 شهور. فيعني ان شاء الله الواحد يرجع احسن من الاول يعني باذن الله، ويقدر يساعد الفرقه السنه دي. وكابتن علاء شاكر من كمان لسه بتكلم معاك قبل الفاصل، كابتن علاء شاكر من يعني من الناس العظام في التاهيل الرياضي وتاهيل الملاعب، ومن ايام ما كان معانا ايام الكابتن محمود الجوهري، وانت قلت لي كمان انك يعني من خلال تاهيلك هناك ان شفت كمان محمود متولي. كمان محمود متولي طبعا لاعب النادي الاهلي بيتاهل عند كابتن علاء. دي حقيقه. محمود صاحبك؟ احنا يعتبر صحابي، اخويا الكبير يعني محمود. طبعا انا يعني انت اللي عزمته على السمك يوم الخميس ولا هو اللي عزمك؟ لا انت متراقب، خلي بالك انت متراقب. لا محمود هو الصراحه عزمنا في اسماعيليه عنده. حلو الصراحه، كانت عزومه كويسه جدا. حلو ده. نادين كمان حظك حبيبتي وحش، انت رجعتي انضمتي للفريق، اتصبتي كمان اصابه الغضروف. صح؟ برضو دكتور علاء اللي بيعالجك ولا ايه؟ طبعا دكتور علاء. نعرف بس دكتور علاء شاكر الصراحه، هو اسطوره في العلاج الطبيعي. حسدت يا